السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي قاس شري اسمي عيسى. إن شاء الله ما نتوح كان لنا مهمة دا أو عسلك. عسلك كما أوصانا الهادي فوائد مهمة دا وبليها لا تعد ولا تحصى. يعني فوائد عسلك فوائد ملبك هذا اللي مسوكو بكرو منا يعني وحير ما هن آدي 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 يبنطها ما أنت إن شاء الله وحك سوا وحك هاد لا يسقر فلان وعاونا يوم حانك بلابنا إن شاء الله وجيغا وجيغا سلوك وعاونا وجيغا وحنا قهلا جنايا أكنيغا أو يعني نبره وجيغا صبح وجيغا تدك أو كلرك كبها دي كلرايزيشن كوسما اسم دي كلرك هذا يكوسو علينا يا تذك ليتو مالبك فوائدي سأقوين فائدة دي سأقوين محاوة وجيغا أيو دلاليا آدي 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 وجيغا دلالينا يعني أهم أهم شيء محاوة وجيغا أو آدي 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 دلاليا وجيغا أيو كونورنا يا The other thing أن آدي نو حاوة تمها وأحسا وأقنها يعني عدو قتمها وحاوي دندرافك دندرافك تمها يضادية تمها يجري يعني وحاوي نوع من ألجي أو أتكتها سليد خاصة سليدها شوك مراي مركا داودي سنة وحاوي ملبك The ingredient كو حاوي very simple وحامرين إسا يعني سكالب كاسف يعني ومساج كرين إسا ملب أو أصافي سكالب يعني سف يعني ومساج كرين أو مساج كرين After 15 to 20 minutes سترتيبها يا ودخيسا آدي آدي وعاوية تمها يعني you don't want to lose your hair and آدو مهم وياهاي The other second thing هواي وجيغا the ingredient is simple يعني I simply want to share my favorite so بحي مركات سكسو كعديد أو فجر غاقس كتوكتيد أو تسكدو دعيستيد أو حسمين أساسي كالم إنام إنتا مل أفريستيد أو ملبك وجيغا مرستيد مركا وجيغا مرستيد أو أد مل كالم أفريستيد أو أد قدرت التسبيح يعني جدا 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 وحواي شعور أما إحساس أما درين يعني آدي آدي آد أما عنواي try it out you will never want to miss يعني مع انكاز ويعني راح 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 زائد هواي ان شاء الله hope you've enjoyed the video share your love on instagram ان شاء الله like my videos subscribe your comments great والسلام عليكم